يعني باليوم العالمي الصليب الأحمر والهلال الأحمر. هو احتفال يعني كل عام احتفلوا به يوم 8 ماي، وهو يعني فرصة باش يعزز الشبكة العالمية للعمل الإنساني اللي أحنا ننتميو لها الحركة الدولية اللي تضم أكثر من 187 لجنة وطنية. الحدث اليوم هو في إطار شباب على الدرب. اخترنا الشباب علاش؟ خاطر هو القاعدة متاع العمل نتاعنا والقاعدة متاع العمل الإنساني خاصة في تونس. يعني احنا توا في خاصة سنة 2011 منذ رأس جديد عشنا يعني برشا خدمة ميدانية، وحاولنا باش يعني نعطيو القيمة ونعطيو ونأكدوا على قيمة التطوعين هذوما في العمل هذي. Every tear.